أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. توصية للسي آي اي اليوم لسحب حفتر لكل مدرعاته من الحدود الجزائرية الليبية. اول قرار للسي آي اي انظرت فيه حاكم بنغازي بسحب مدرعاته فورا ودون ادنى تأجيل من أجل دعم الاستقرار في المنطقة. أولا لأن الأزمة التونسية وأزمة الحدود الجزائرية الليبية والتي استدعت نوعا من تدخل الجيش بشكل أكبر، لا بالنسبة للجيش الجزائري من جهة، وأمام مناورات على الحدود الليبية الجزائرية، هذه كانت اللحظة الأولى. واللحظة الثانية تدخل الجيش مباشرة في إدارة العملية الانتقالية التي يقودها الرئيس قيس سعيد، مهم جدا بالنسبة لهذه المرحلة إبعاد أي توتر كبير جدا. أولا بإبعاد سلاح المدرعات، إبعاد سلاح الجو بشكل نهائي عن الطيران، خصوصا ما يسمى بالطيران القتالي. والمسألة الثالثة التي يرغب فيها أو ترغب فيها هذه التوصية في الوصول إلى تهدئة شبه دائمة على الحدود التونسية الجزائرية والجزائرية الليبية. ومهم جدا بالنسبة لهذا الوضع الجديد الوصول بالاستقرار إلى مدى جيد حول نهاية الفترة الانتقالية في تونس بانتخابات مبكرة. أيضا بالنسبة للانتخابات في ليبيا، فالكل يتوجه نحو صناديق الاقتراع في الانتخابات في تونس، الانتخابات في ليبيا، وينتهي هذا الوضع. لذلك فالأمر يتعلق الآن بأكثر من أجندة. أول ما فيها هو نجاح وتأمين الانتخابات في كل من ليبيا وتونس، انتخابات مبكرة من جهة، وانتخابات أيضا لصالح شعب ليبيا لاستقراره. لذلك فالعملية الآن بالنسبة للسي آي اي تأمين الانتخابات في ليبيا وتونس، هذا مهم جدا لهذه النقطة. والجزائريون يتبون على وجه التحديد يرى أن مثل هذا التأمين هو ضرورة لصالح أمن الجزائر. الجيش الجزائري من جهته يرغب في ذلك، يرغب في تمتيع كل من الشعبين الليبي والتونسي وفي أسرع وقت لتجاوز أزمته الحالية الانتقالية في الشعبين الوصول إلى مثل هذه الإجراءات الفورية والتي تعيد صناديق الاقتراع إلى الاستشارة الشعبية. مهم جدا بالنسبة للجميع مثل هذا القرار. السي آي اي الآن طلبت من حفتر سحب مدرعاته، أي سلاح ثقيل على الحدود الجزائرية الليبية فمفروض أن يستبعد بشكل كامل. إذن هذه هي اللحظة الأساسية بالنسبة لأمن المنطقة، وهذا الذي أتى هود ومن خلاله الخارجية الأمريكية. وبعد توصل بلينكن بالتقرير وجد أن المنطقة كلها ستكون فيها الانتخابات حاسمة تجاه الإسلاميين في تونس وأيضا في كل المنطقة، ومن جهة ثانية أيضا بالنسبة لإسلامي غرب ليبيا. الكل يرى وخصوصا إدارة بلينكن ترى أن الانتخابات القادمة في حدود ما بين شتنبر وما بين نهاية ديسمبر ستحسم الرقعة بشكل نهائي من بنغازي وإلى المحيط الأطلسي، وهكذا سيحسم ما يسمى بمصير الإسلاميين في المنطقة. إن كان هذا هو الرأي السديد في هذا الوضع بالتحديد بالنسبة على الأقل الخارجية الأمريكية، فالاستخبارات الأمريكية والسي آي اي ترى من جهتها أن قدرتها على الوصول إلى تأمين كامل لهذه الحدود أولا التونسية الليبية والليبية الجزائرية هذا مجرد إلحاق. نحن ندرك أن روكاد مثلت في صفقة وفشلت، وآنذاك تدخلت الحكومة الأمريكية من أجل تأمين
الحدود التونسية الليبية. الآن أضافت إليها ونتيجة هذا التوافق في حماية المصالح الجزائرية الليبية على الأراضي الليبية بنفس ضمان حماية الجزائر للمصالح الأمريكية في نفس المنطقة، والسماح للساحل وليبيا بأن يكون منطقة واحدة للتأثير لصالح الجيش الجزائري ولصالح الدولة الجزائرية. كل هذا معروف، وهذا ما ناقشناه في فيديو البارحة بدقة نتيجة التقرير السري لهذه الزيارة. إذن الوضع محسوم، لكن الجزائريون يرغبون في المزيد من الضمانات، لأن هناك ضمانات تدفع المنطقة إلى الاختيار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وأهم من كل ذلك أن يكون هناك حلول استراتيجية دائمة الإيقاع بمعنى هدنة. إذن هذا التصرف الذي يمكن أن ينجزه بشكل مباشر الوضع العام بالنسبة لوضع الحدود، المشكلة اليوم هو أن هناك رابط أساسي بين أمن الحدود وما بين الأنظمة المنتخبة. كل الأنظمة المنتخبة اليوم تحاول أن تضع لنفسها سياسة حدودية جدية ودقيقة من جهة، هناك رغبة أساسية كما عند الأمريكيين بصنع جدارات غير قابلة للاختراق، جدارات إلكترونية ما بين مثلا الحدود التونسية الليبية التي نجحت بشكل كبير جدا. والمعلوم هو أن هناك دائما خروق استخبارية، هذا الذي قال به البلتاجي في قضية التخابر مع الإرهابيين، تخابر عناصر من الجيش مع الإرهابيين، وهذا الذي رفضه بشكل مطلق الجيش التونسي، وهو الذي حمل علمانية وحمل برجيبية ولا أدري كل هذا ويتصف بهذا الاتصاف. فهذا الذي جعل من البلتاجي ورقة محروقة منذ نوفمبر 2020. إذن هنا نطرح سؤالا مباشرا وواضحا، إن كانت الأمور بهذا الشكل في صناعة حدود آمنة، الجزائريون يرغبون في هذه الحدود الآمنة أيضا وفي بعض الأحيان مغلقة أو مفتوحة جزئيا، وكل الحدود أصبحت استراتيجية حقيقية للجزائر. فبالنسبة للأمريكيين يرون أن ما يسمى بتأمين الحدود أساسي بالنسبة لتونس. تونس إلى الآن لم تعرف عملية إرهابية لأن الحدود إلى الآن مؤمنة. كذلك الشأن بالنسبة للحدود التونسية الجزائرية التي أصبحت شأنا أمريكيا قبل أن تكون شأنا تونسيا. أما بالنسبة للأداء الذي تراه CIA فهو مراقبة الحدود الليبية التونسية بنفس قدر ما تراه في الحدود الليبية الجزائرية، والتأمين الحالي الجاري هو تحت رعاية أمريكية تدخل من أجلها الأمريكيون والCIA بمنطوق مباشر نقل عبر قبرص إلى بنغازي، بل هناك مبعوث إلى بنغازي وهناك حالة إطلاع لمصر بهذا الخصوص. إذن نحن نرى أن الوضع اليوم هو وضع دقيق للغاية، وأن الأمريكيين يسهرون أولا على تأمين الحدود التونسية على جميع الجبهات، ثانيا أن الحدود الليبية في علاقتها بتونس أو في علاقتها بالجزائر الحدود الغربية كلها تحت تأمين أمريكي، وبالتالي فإن مثل هذا الوضع يدفع حفتر إلى سحب مدرعاته وسحب قوته الهجومية التي يمكن أن تخلق إشكالا حقيقيا في هذا الضفة على وجه التحديد. إذن القدرة التي يعمل عليها الجميع في هذه المرحلة على وجه التحديد سيتمكنوا من خلالها هذا الوضع، سيتمكن من خلالها العسكريون من الوصول إلى شيئين مركزيين وأساسيين.
أولهما أن القدرة التي سيعمل عليها الجميع، خصوصا قدرة حماية الحدود، ستكون بمشاركة وتمويل أمريكي. والغريب أن الأمريكيين يقترحون المساعدة المالية في تأمين أجزاء من الحدود الجزائرية مع الأطراف الأخرى، انطلاقا من مالي وانطلاقا من ليبيا. فلا تجد أمريكا مانعا في تسليم أموال أو تمويل حماية الليبية الجزائرية، وليس من انطلاقا من الجزائر، انطلاقا من ليبيا إلى الجزائر وانطلاقا من مالي إلى الجزائر، وهذا لحصار أي رغبة لقادة المرحلة الانتقالية في باماكو من التفكير في موسكو. الآن فيه رغبة في المراقبة، رغبة في أداء الدور الجزائري المشترك للحماية، لحماية المصالح المشتركة. وأخيرا وهذا هو الأهم، أن هناك مراقبة، أن الأمريكيين يراقبون ويمولون، يمولون للمراقبة. وبالتالي فمحاولة وضع مالي في نفس حالة الخنق الاستراتيجي عبر الحدود، هذا أساسي بالنسبة للأمريكيين، فهم يدفعون من أجل تأمين الحدود، من أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه. على أي، فنحن أمام تذكير مباشر بخصوص ما سيكون عليه الحال بالنسبة لهذه الحدود. الوثيقة تؤكد للسي آي إيه أن هناك 3 أهداف سريعة: أولا حماية مالي، وتدقيق الدور، تدقيق الدور الجزائري الأمريكي للحفاظ على المصالح المشتركة في كل من ليبيا وفي منطقة برخان. والسؤال المطروح الآن: هل المنطقة أصبحت برخان زائد ليبيا أو زائد واحد، كما يسمى 5+1؟ الآن أصبحت هناك 5 لدول الساحل زائد واحد. المشكلة الآن هو الدعم الكبير الجزائري والمغاربي للخطوات التي قادها قيس سعيد، هذا يعني قادها الجيش التونسي. وبالتالي فإن الرسالة رسالة مباشرة إلى الجيش وليس إلى قيس سعيد بالأساس، بل إلى الجيش، بأن خطواته كلها مقبولة. وقد يفيد مثل هذا الوضع الجميع، لأن هناك رغبة أكيدة في إيصال رسالتين مركزيتين في هذه المنطقة على وجه التحديد. أولا أن الجزائر أصبحت شريكا في برخان، والمصالح المشتركة اليوم الليبية الجزائرية يسابقها من جهة ثانية المصالح المشتركة الأمريكية الجزائرية. إذن هذا الوضع هو وضع جدي وجيد بالنسبة للجميع. وهذه القراءة الآن بالبنغازي هي رسالة إلى المخابرات الإيطالية التي والألمانية اللتان وافقتا بشكل كامل على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، لا بخصوص الحدود الجزائرية الليبية ولا في باقي الحدود، وأيضا الإجراءات الموجهة لدعم قيس سعيد ودعم الجيش في خطواته لتأمين المرحلة الانتقالية أو إكمالها على الأقل برسم الحدود الطبيعية للدولة المدنية في علاقة الجيش معها، وهذا أهم وأبرز ما يمكن اعتباره أساسيا. إذن الرسالة التي وجهت إلى حفتر واضحة جدا: إن أردت الانتخابات والدخول الانتخابات، وهذا شأن داخلي للشعب الليبي، فبالنسبة للاعتراض الاعتراض الذي يمكن أن تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوده. هذا ما قاله هود مباشرة، بأن مسألة حفتر هي مسألة تتعلق بالشعب الليبي، مسألة داخلية وشأن داخلي، وهذا مباشرة يعطي للأمريكيين ضغطا إضافيا على حفتر من أجل إنفاذ ما يرغبون فيه من أهداف. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.